بسم الله الرحمن الرحيم. سكشن 10.2 Infinite Series. Infinite Series هي عبارة عن Sum of an Infinite Sequence of Numbers زي A1 plus A2 plus dot dot إلى آخره. طبعا لو كان عندنا أعداد حقيقية فمن الصعب جدا أن نضيف عدد لا نهائي منها، ولذلك ندرس إحنا Infinite Sequence من خلال حاجة بنسموها Nth Partial Sum، وتعريفه SN نرمز له بالرمز S sub N equals A1 plus A2 plus A3 لحتى AN. مثال على ذلك الـ sequence of numbers هذه اللي هي 1 plus هذا الحد الأول من الـ sequence plus 1 half الحد الثاني plus 1 fourth وهكذا. خلينا نشوف كيف نعمل جدول هذه. نشوف nth partial sums بيعملوا لنا infinite sequence، فنلقي نظرة على هذا السيكونس. مثلا الحد الأول بنجمعه، الحد الأول S1 equals 1 القيمة تبعته 1، فهذه ممكن نعملها على شكل 2 minus 1، يعني بدنا حاجة تستمر معنا في كل الحدود وهي 2. second partial sum اللي هو equals 1 plus 1 half اللي هو 3 على 2 ويساوي 2 ناقص نص، والثيرد بارشال سم يساوي 1 زائد نص زائد ربع فبيساوي 7 على 4 ويساوي 2 ماينس 1 فورث. فنلاحظ ان 2 ثابتة، وهان في عدد ممكن له نمط معين، مرة بيكون 1 مرة نص مرة ربع إلى آخره. بشكل عام الـ nth term بالنسبة للـ sequence of partial sums Sn equals 1 plus 1 half plus 1 fourth plus 1 over 2 to the n minus 1، فهذه القيمة تبعتها تساوي 2 to the n minus 1 over 2 to the n minus 1. فبناء على هذه، لأنه مثلا لما يكون الـ n تساوي 3 فـ 2 to the third اللي هو 8 ناقص 1 بيعطينا 7، وتحت الـ 2 أس 3 ناقص 1 يعني 2 أس 2 يساوي 4، وبنطبق هذا على كل الحدود السابقة. فهذه هي الفاليو، هذه الفاليو نقسم 2 to the n على 2 to the n minus 1 بيعطينا 2، minus 1 على 2 to the n minus 1 بيعطينا الحد هذا. طبعا احنا بننظر للليمت بالنسبة للسيكونس اوف بارشال سامز، بنطلع على الليمت تبع الانث بارشال سام زي هذا. فلما n تروح لانفينيتي هذا كله بروح لصفر، والنهاية هي 2، فبناخد الليمت. عشان هيك احنا اخذنا الليمتس بالنسبة للسيكونسز في سكشن 10.1. فاذا هنا نقول the sum of the infinite series اللي هي 1 زائد نص زائد ربع الى اخره بتساوي 2. خلينا نشوف التعريف. هان يقول تعريف: given a sequence of numbers an an expression of the form هذا بسموه is an infinite series. لاحظوا الجمع an إلى ما لا نهاية، مستمر بدون حدود. The number an is the nth term of the series. الحد النوني للسيريز هو an، A1 الحد الأول، A2 الحد الثاني وهكذا. The sequence Sn اللي هي sequence of partial sums defined by S1 تساوي A1، S2 مجموع الأول والثاني، S3 مجموع الأول والثاني والثالث وهكذا. أو بشكل عام Sn equals the sum from k equals 1 to n A sub k. فهذه طريقة أسهل للتعبير عن الـ nth partial sum هذا، بسموها السيكونس هذه اللي هي S1 وS2 لحتى Sn، وبنستمر is the sequence of partial sums of the series. والنمبر Sn ايش بنسميه؟ the nth partial sum. If the sequence of partial sums converges to a limit L، إذا تقاربت sequence of partial sums to a limit L we say that the series converges and that its sum is L. فبالتالي فقط بنركز على sequence of partial sums، فإذا كانت convergent
فنقول انه السيريز برضه كونفيرجنت، ومجموع السيريز هذه هو نفسه الليمت تبع السيكونس اوف بارشال سامز. فاذا A1 بلس A2 الى اخره تساوي بالرموز، استخدم السيجما نوتيشن والسيجما سيمبل، n equals 1 to infinity a n equals l اللي هي الليمت نفسها. اذا كانت السيكونس اوف بارشال سامز مش كونفيرجنت فنقول انه السيريز كلها دايفرجز. هذا المثال تو مر علينا، فهي الحد الاول من السيريز واحد، الحد الثاني نص، الحد الثالث ربع، والحد الرابع 1/8. نستمر بهذا الشكل، لو استمرنا بهذا الشكل راح نوصل ل 2. اذا المجموع بيساوي 2، او الليمت تبعت السيكونس اوف بارشال سامز بتساوي 2. طبعا في رموز ممكن نستخدم رموز عديده. بالنسبة لل n هذا هو dummy variable، فممكن احنا نستخدم بداله k او اي شيء تاني، فهذا طبعا بتمثل ال infinite series، وهذا برضو بتمثل نفس ال infinite series. ممكن اذا مفهوم بالضبط انه الحدود بتكون من 1 الى ما لا نهاية، فبدون ما نحطها نستخدم sigma a n. أحد السيريز أو الانفينيت سيريز المشهورين جدا واللي لها تطبيقات كثيرة هي اللي بسموها جيومتريك سيريز، المتسلسلة الهندسية. الجيومتريك سيريز حدودها بتكون بهذا الشكل: A هذا الأول بلس A في R الثاني بلس A R سكوير وهكذا. فكل مرة بنضيف 1 على الأس تبع R. بالنسبة لل A fixed، وال R برضو fixed numbers، و A لا تساوي صفر، ممكن تكون سالبة ممكن تكون موجبة لكن مش ممكن تكون صفر. geometric series هي عبارة عن مجموع من 1 إلى ما لا نهاية A times R to the N minus 1. ممكن نضيف 1 هان ونطرحه من هان، فبصير شكلها the sum from N equals 0 to infinity A R to the N. فلو انت عوضت عن n هان بصفر فبصير عندك الحد الاول a، لما تعوض عن n يساوي 1 الحد الاول a، باقي الحدود نفس الشيء. الان هذا بسموه the ratio r can be positive، يعني ممكن يكون positive ممكن يكون negative. مثال على الحالة انه يكون positive هو زي هيك السيرس، بتكون ال A بتساوي 1 و R بتساوي نص، 1 زائد نص زائد ربع زائد ثمن وهكذا. ال Nth term بالنسبة لهذه السيريز اللي هو نص to the N minus 1، وبنكمل إلى ما لا نهاية. أو ممكن ناخد ال ratio R قيم سالبة، مثلا minus 1 third، وال A بتساوي 1، الحدود هذه مرة بتكون موجبة ومرة بتكون سالبة حسب الباور تبع ال R. ممكن R تساوي 1، لو كانت R بتساوي 1 اللي هو الريشيو، الريشيو لأنها بتيجي من قسمة حد على الحد اللي قبله، ف AR على A بيطلع لنا R، AR squared over AR بيطلع R وهكذا، عشان هيك بسموه the ratio. إذا كانت R equals 1 فال nth partial sum of the geometric series راح يكون كالتالي: Sn يساوي A بلس A في 1، بنعوض عن R بواحد فبيطلع لنا بالشكل هذا، فكل حدود متساوية وتساوي A، فال nth partial sum يكون Na. طبعا هذه لو كانت R بتساوي 1 فالجيومتريك سيريز دايفيرجز، نقول عنها it diverges، أو نقول عنها divergent. ليش؟ لأنه لو كان A لا تساوي صفر وأخذنا الليمت لما n تروح لإنفينيتي، فالنتيجة تكون إما بلس إنفينيتي في حالة إنه تكون A أكبر من صفر، أو ماينس إنفينيتي لو كانت A أقل من صفر. برضو لو كانت R تساوي سالب 1 the series diverges. ليش؟ لأنه الحدود راح تكون مرة A موجبة مرة A سالبة بالشكل هذا. يعني هان مثلا موجب بعده بصير سالب بعده بصير موجب حسب الباور اوف ار.
فمعنى الكلام انه هذه المجموع اما بكون A او صفر، يعني بتردد بين A وصفر، sequence of partial sums مش راح يكون إلها limit. كيف بدنا نحسب السم ال nth partial sum؟ هاي ال Sn بتساوي الكلام هذا A plus AR plus AR square إلى آخره، آخر حد A في R to the n minus 1. لو ضربنا طرفي المعادلة هذه في R، فالطرف الأيسر بيطلع عندي R في Sn، والأيمن بصير AR AR square لحتى plus AR to the n، بصير بهذا الشكل. فالآن لو قلنا Sn minus R Sn، فبتروح الحدود مع بعض وضل الحد الأول، لأنه هذا الحد بروح مع هذا، وهذا الحد بروح مع هذا، وهذا الحد بروح مع هذا، فيبقى حدين فقط، اللي هو الحد هذا والحد هذا، الأول شرط موجبة والثاني سالب، فبكون عندي Sn minus R times Sn equals A minus A times R to the n، بكون عندي بالشكل هذا. فمن هنا ممكن احنا ناخد ال Sn كعامل مشترك، فبكون Sn مضروب في 1 ناقص R بتساوي، ناخد A عامل مشترك بهذا الشكل، فبكون Sn يساوي A في 1 ناقص R to the n على 1 ناقص R، والR زي ما قلنا مش لازم يساوي 1، لأنه طبعا زي ما شفنا فوق لو كانت R بتساوي 1 تكون السيريز diverges، فبالتالي بنستثني الحالة هذه إنه يكون بتساوي 1. الآن لو كان الأبسولوت فاليو أوف R أقل من 1، فبنعرف إنه R to the n بتؤول إلى الصفر في الحالة هذه as n goes to infinity. ففي الحالة هذه بصير عندي Sn goes to A over 1 minus R. أما لو كانت absolute value of R أكبر من 1، فبكون عندي ال absolute value ل R to the n goes to infinity and the series diverges. فبالتالي بنركز على الحالة إنه لازم عشان تكون هذه geometric series convergent لازم يكون ال absolute value of R أقل من 1، لأنها راح تكون divergent لما تكون ال R تساوي 1، وراح أو لما تكون ال absolute value of R أكبر من 1 سواء كانت سالبة أو موجبة طبعا هان، ففي الحالتين هذول بكون series diverges. فهي ملخص الكلام هذا هان، إذا كانت ال absolute value of R أقل من 1 فال geometric series هذه converges to A over 1 minus R، وسهلة جدا لأنها يعني نحصل عليها بدلالة A و R فقط، A على 1 ناقص R. فهذا طبعا تفسيرها، يعني السم هذا ال infinite sum يساوي A over 1 minus R when the absolute value of R is less than 1. لكن لو كانت ال absolute value of R أكبر أو بتساوي 1، فالسيريز هذه إيش مالها diverges.